محمد وحش، اولا مساء الخير على حضرتك. كنت لسه من شويه بقول قصتي وقصه فيروس سي معايا، وشكرا جزيلا. بشكر حضرتك على الهوا بصراحه، واول مره بقول الكلام ده النهارده، واول مره اقول ان انا كنت باجي لندن ازاي، وكلمنا ازاي، ودخلنا في هذه المرحله ازاي. شكرا جزيلا لحضرتك وللدكتور جمال شيحه ايضا، لكل علمائنا، وللرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قدر يقضي على هذا الفيروس اللعين، وقريبا جدا مصر خالية من فيروس سي. أهلا أهلا بك يا أستاذ أحمد، الصديق الغالي العزيز. طبعا أنت من حقك أن تعلن، لكن إحنا كأطباء لا نستطيع أن نعلن عن أسماء مرضانا، لأن أنت عارف دي خصوصية. فأنت اللي قلت أن أنت كنت تيجي، فطبعا لك الحق أن تعلن عن ذلك، لأن الحمد لله ربنا من بكرمه و يعني شفى ناس كتير، والحمد لله رب العالمين. لكن خليني اقول لك ان قصه فيروس سي دي كانت قصه تثير الوجع في القلب. وانا في انجلترا عايز اقول لحضرتك، كان شيء محزن جدا 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 كم المرضى اللي كانوا بيجوا من مضاعفات فيروس سي، وانه ما كانش في مؤتمر في العالم أروحه إلا ما تلاقي مصر عليها علامة حمراء موبوءة ووصمت بأن فيها أعلى إصابات فيروس في العالم. الحقيقة القصة دي مفيش بيت مصري ما كانش فيه مريض، أو جاره مريض، أو صديقه مريض، صحيح، أو يعرف حد مريض. الحقيقة القصة تعدت مراحل أكثر من كده بكتير، إنها بدأت تؤثر على اقتصاديات الدولة. أصبح عندك كم كبير غير قادر عن العمل اللي بيتعرض لمضاعفات في مرحلة مبكرة في سن الإنتاج اللي هو 40 سنة. تعرضنا لهزة شديدة جدا في منتصف التسعينات، لما بدأ يتقال حظر على العمالة المصرية من السفر للدول العربية، وحيتك تعلم هذا الكلام. صح تماما، صح، نتيجة الفيروس سي، ولازم تاخد شهادة انك خالي من فيروس سي. بالضبط، صح. الحقيقة هذه تحولت الى مشكلة قومية وليست مشكلة طبية فقط. المشكلة دي كانت عايزة قرار وإرادة سياسية تنبع باتخاذ قرار حاسم للمواجهة. الحقيقة كله كان بيحاول يشتغل على قدر استطاعته، لكن كانت الجهود الحقيقة مخلصة النوايا ولكن ليست متحدة الاتجاهات. وأنا لن أنسى لن أنسى في 2014 لما سيادة الرئيس قرر أن يتبرع بنصف ما يمتلك مرتبه لصندوق تحيا مصر عشان يعمل صندوق مجتمعي يسد بيه الفجوة المجتمعية اللي كانت بعض الجماعات التي تدعي القرب إلى الله تتقرب إلى الشعب من خلال المساعدات. فأراد بهذا الصندوق أن يسد هذه الفجوة. وكان أول فكر نعمل إيه؟ كان ليا الشرف إن أنا طبعا أكون من الناس اللي عرضت أفكار. والحقيقة أول حاجة عملها صندوق تحيا مصر إنه قرر فورا التعامل وشراء العلاج لمرضى فيروس. شوف يا أستاذ أحمد، نعم، قد لا تكون لا تملك قوت يومك، قد لا تكون عندك سكن فاخر، لا يكون عندك ملابس جديدة، كل هذه الأشياء تستطيع أن تتحملها. نعم. أما ما يقهر الرجال هو المرض. عندما تعلم أنك مريض وأن هناك علاج ولكن لضيق ذات اليد لا تستطيع أن تحصل عليه. هذا ما يقهر الرجال. فكان أول قرار للقيادة السياسية في صندوق تحيا مصر التعامل فورا مع مشكلة فيروس سي بغض النظر عن تكلفة العلاج. وبالفعل أول مبلغ تم رصده 400 مليون جنيه، واشترينا العلاج بالسعر الغالي أياميها،
ونزلنا حضرتك في محافظة البحيرة، وكانت الناس عرفت ان في دواء جديد نزل، ولك ان تتخيل الطوابير اللي كانت موجودة. فكينا قوائم الانتظار، نزلنا محافظة كفر الشيخ. قادة سياسية عرفت اللي بيحصل، تم رصد مبلغ آخر 700 مليون جنيه لدعم مبادرة فيروس سي في جميع محافظات مصر، بل بالعكس وصل الأمر أنه التعاون مع وزارة الصحة، وأصبحنا بندي وزارة الصحة جرعات كثيرة عندما أصبح تصنيع هذا الدواء موجود في المصانع المصرية بنفس الكفاءة والجودة التي كان يأتي بها المستورد. ثم ما انساش في 2018 في العاصمة الإدارية الجديدة كان هناك افتتاح لمحطات الكهرباء الخاصة بشركة سيمينز، لما كان الرئيس بيفتتحها وألقى خطاب هناك. ثم بعد هذا الخطاب كان هناك اجتماع مائدة مستديرة ماذا نحن فاعلون، وكانت قرارات العمل الاجتماع سيادة الرئيس، تمام كده، وكان موجود معالي دولة رئيس الوزراء، وكنا على دائرة مستديرة، وكان لي شرف حضور هذا الاجتماع. ايه اللي حصل في الاجتماع ده؟ قرارات حاسمة، الفحص على فيروس سي في جميع طلبة الجامعات، واعطاء العلاج مجاني وفوري. متخيل حضرتك؟ كان زمان لما حياتك تروح حد يدور ليه عشان يروح التجنيد، يكتشف انه مصاب بفيروس سي، فيعطى شهادة اعفاء من التجنيد مرضي. ألغي هذا الامر واصبح لزاما انه يعالج على نفقة الدولة. انت عايز اكتر من كده ايه؟ بل بالعكس الرئيس يوميها اعلن وقال انا عايز فحص دوري كل 3 سنوات لكل من تم فحصه، حتى يتم القضاء نهائيا على حاجه اسمها فيروس سي. عملنا في تحيا مصر منظومه جباره في الصعيد في الاقصر، عملنا مركز الاقصر لعلاج فيروس سي، وتم عرض هذا الامر في نفس اليوم وفي نفس الاجتماع، وشفنا بنات الصعيد لما قرروا انهم يبقوا من هيئة التمريض مدى الاجادة ومدى التجويد. شفنا نموذج مشرف لمركز الاقصر لعلاج فيروس سي، وامتدت القوافل من تحيا مصر لتشمل جميع ربوع الجمهورية، وتأتي المبادرات بتاعت وزارة الصحة 100 مليون صحة علشان ينحصر هذا المرض اللعين الذي وصمنا به لعشرات السنوات، عشان نسبته النهاردة لا تتعدى 4 أو 5%. حضرتك بتقول انهم هيعلنوا عن شهادة وفاة فيروس سي في مصر. أنا بقول لحضرتك كان لي الشرف إن في المغرب في سبتمبر 2019 وكنت مدعو من مؤسسة الـ WHO مؤسسة الصحة العالمية، وفي هذا المؤتمر تم توجيه الشكر للقيادة السياسية وللدولة المصرية، وقالت انه اكبر مسح على مستوى العالم تم في مصر على اكثر من 40 مليون مواطن، وان مصر باللي عملته في محاربة فيروس سي هي منظومة تستحق ان تدرس للدول الاخرى. كان معانا ناس من باكستان ومن الهند، جم قعدوا معانا قالوا لنا انتوا عملتوا ايه؟ احنا المشكلة دي متواجدة عندنا. النهاردة مصر بعد ما كانت صاحبة تجربة يدمى لها القلب، أصبحت رائدة في تصدير الأفكار، عمل الإحصائيات. حضرتك كانت العربيات بتطلع للقرى ومعاهم
كل المودرن تكنولوجي. الداتا بيس بتخش تسمع على خوادم ثورية في وزارة الصحة بتشتغل مع الناس بالرقم القومي. أصبح عندك مفيش قوائم انتظار. كان الأول العيان يسجل اسمه على القوائم ويقعد شهرين ثلاثة. احنا وصلنا انه يسجل اسمه وفي خلال اسبوع يتلقى العلاج والجرعات كلها مجانا. فالحقيقة مصر عملت سبق كان يلزمه قيادة سياسية تتخذ قرار حاسم باقتحام هذا المجال وخروج مصر من نفق فيروس سي المظلم، بل وتصدير تجربة ناجحة لدول أخرى في العالم. دكتور محمد، تعالج في مصر قد إيه؟ إحنا حضرتك اتصرف أكتر من حوالي 8 مليون علاج لأكثر من 8 مليون مريض. وتعمل مسح لأكثر من 40 مليون مريض، أكبر مسح طبي على فكرة. دي مش شهادتنا احنا، دي شهادة مؤسسة الصحة العالمية. وعلى فكرة كانت بتراقبنا أثناء الشغل. كان هناك مراقبون منها. لأنه ما تقدرش انت تراقب على نفسك وتقول ان انا كويس. فطول فترة الإعداد والعمل والنزول وقرى والنجوع، مؤسسات العمل المدني المجتمعي الحقيقة ترفع لها القبعة، قاموا بمجهود جبار. كل ده عشان اجتمعت على قيادة سياسية اتخذت قرار باقتحام المشكلة. دكتور محمد، بصراحة لو ما كناش عملنا كده، لو ما كانش عندك القرار والتحرك والفلوس والدعم، وكنا يعني ممكن نقعد كم سنة عشان نقضي على فيروس سي. مع الأسف كان ما زلنا في النفق المظلم. لم نخرج منه، بنفقد أبنائنا وولادنا من فيروس لعين كان ينهش في أجباد المصريين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. عايز أقول لك يعني إنه ربنا أراد خيرا بهذا الوطن، إن إحنا قدرنا نخرج من هذا النفق المظلم، وبقرار من قيادة سياسية حكيمة كان أول شيء يتم توجيهه من صندوق تحيا مصر تجاه علاج فيروس. دكتور محمد وحش، تشرفنا بوجود حضرتك معنا، بشكرك مرة تانية، شكرا جزيلا.